المرج الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي دائما الهام شنال. جزبا إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين، تكونوا ناشطين، تكونوا الأمور ديالكم مزيان وفي تمام عند جميع السيدات، عند جميع الحبيبات الغزالات المتتبعات على القناة إلهام شانيل. فوصفة اليوم ستكون وصفة مختصة بالتخلص من الشاي بموزف واحدة فقط ومن الاستعمال الأول. وصفة غاية في الروعة إن شاء الله. نتمنى كل من سيدة جربتها تخلي لي في الكومنتار كيف جاتها الوصفة، واش عجبتها ولا لا، واش توتات معها ولا لا. أكيد كل تعليقات على راسي وعينيا. ومرحبا بكم في القناة سواء كنتوا بنات سواء كنتوا سيدات، مرحبا حتى بلي غوستات ديالكم أو الوصفات ديالكم، يعني أي سيدة عندها وصفة بخصوص التخلص من الشيب، يعني كيفاش كتستخدموا الوصفه، الطريقه ديال التحضير ديالها، شحال مره نبقاو نستخدموها في الاسبوع، يعني كل التفاصيل ديال الوصفه ما عليكم الا تخليوها لينا في لي كومونتير. انا شخصيا كنقرا كل التعليقات، اي وصفه خلاتها لي السيده كناخذها بعين الاعتبار اكيد على راس والعين، وكنجربها، وان فتعطيني نتيجه كنجي نشارك الوصفه ولا كنجي نبارطاجيها ولا كنجي نتقاسمها معكم هنا في القناه، باش هكذا تعم الفائده لعدد كبير من السيدات اللي دائما كيبحثوا على الوصفات الطبيعيه بشتى اشكالها وبشتى انواعها. فنتمنى تعجبكم هذه الوصفه هذه. فبسم الله على بركه الله، باش ما نطولش عليكم اكثر، نمشيو باش نتعرفوا على المكونات ديالها، الطريقه ديال التحضير ديالها، الطريقه ديال الاستعمال ديالها. ما تنساوناش بالبيك لايك، تشتركوا في القناه وتضغطوا على زر الجرس. وبسم الله على بركه الله. فاول مكون غادي نحتاجوا ليه في هذه الوصفه هذه هو مكون رئيسي معنا في هذه لاغوسيت، اللي هو الموز ولا البنان، وكما مكتوب في العنوان بموزه واحده ان شاء الله نتخلصوا من الشيب. فضروري ما غادي نحتاجوا للموز. بالنسبه للموز عنده بزاف ديال الفوائد، بزاف ديال الخصائص بخصوص تخلص من الشيب، سواء الشيب المبكر، لانه بزاف السيدات كيسولوني على الشيب المبكر والشيب اللي كيكون يعني ديجا في الشعر، يعني شيب اللي كيكون عند السيدات في سن 40 50 و60. بالنسبه للموز انا خديت موزه صغيره، يعني متوسطه صراحه في الحجم، ما كبيراش بزاف. الا عندكم شعر طويل وشعر كثيف بزاف وفيه شيب كثير، فكنصحكم تستخدموا جوج ديال الموزات حتى ثلاثه ديال الموزات على حساب الشيب، واش كثيف كثير عفوا ولا قليل. يعني اكيد الا عندكم شيب كثير فاكيد الكونتيتي ديال الموزه واحده صغيره ما غاديش تكفيكم. فكما قلت لكم انا خديت غير موزه واحده فقط. بالنسبه لثاني مكون غادي نحتاجوا ليه هو الحبه السوداء. بالنسبه للحبه السوداء معروف عليها علاج الشيب منذ زمن طويل وقديم، يعني معروف عليها التخلص من الشيب، كتعالج الشيب، كتقوي لنا الشعر، كتغذيه، يعني بزاف ديال الامور. من غير انها كتعالج الشيب وانما عندها بزاف ديال الفوائد وبزاف ديال المزايا صراحه. فغنصحكم تستخدموا يعني الحبه السوداء او لحبه البركه او لا السانوج. بالنسبه للسيدات اللي كيسولوني في التعليقات يقولوا لي واش الحبه السوداء هي السانوج، فالحبه السوداء ولا حبه البركه ولا السانوج. بالنسبه لثالث مكون معنا في هاد لاغوسيت اللي هو اكليل الجبل او لا الازير ولا اليازير ولا الروزماري عند بعض الدول. فبالنسبه للروزماري ولا روزميري ولا اكليل الجبل غني بزاف ديال الفوائد البنات، فكتاخذوه جاف مع عند العطار ولا مع عند العشاب وكتجيبوه كطحنوه، يعني ما كتستعملوش هكذاك، ضروري ما يكون بودره. بعد ما كيصبح بودره عاد غنستخدموه في هذه الوصفه لعلاج الشيب. بالنسبه لاكليل الجبل ولا روزماري فهو عنده بزاف ديال الفوائد بخصوص علاج الشيب، وكما قلت لكم كيقوي الشعر وكيغذيه من الجذور. فكنصحكم بان في هذه الوصفه هذه يكون عندكم اكليل الجبل والحبه السوداء، ما تستخدموش غير الموز بوحديته، لانه يعني بزاف السيدات كيسولوني كيقولوا لي واش ممكن استخدام الموز بوحدو، فاكيد ما يمكنش، ضروري ما الموز كمكون رئيسي في هذه الوصفه، ولكن اكيد كيبغي مكونات ثانويه باش هكذا نعالجوا الشيب نهائيا ومنذ الاستعمال الاول. فهذو هما ثلاثه المكونات البنات. انا هنا غادي نزيد رابع مكون هو زيت الحبه السوداء، هو اختياري، يعني هذا الزيت هذا اختياري ممكن استخدامه كيف ما يمكنش يعني تستخدموه، يعني على حسب المتوفر عندكم في البيت. الا كان عندكم فممكن تستخدموه، ما كانش متوفر يعني ما تستخدموش. وبالنسبه للثمن ديالو راه جد مناسب، غتلقاوه عند العطاره كيبيعوه، يعني بعض العطاره وبعض العشابه، وكيكون متوفر عند الناس المختصين في بيع الزيوت الطبيعيه، غتلقاوه في المحلات التجاريه سواء الكبرى او الصغرى منها، يعني صراحه متوفر بكثره في الممشينا تلقاو هذا الزيت. هذا هو غني بزاف ديال الفوائد، فكنصحكم ضروري ما تاخذوه وتستخدموه
اكيد الا بغيتو، ما بغيتوش ممكن يعني ما تستخدموش وتكتفيو غير بهاد ثلاثه ديال المكونات. فندوزو للطريقه ديال التحضير. فغادي ناخذ هاد الموز هذا وغنحاول نمعكو بفورشيت باش هكذا كتسهل عليكم الخدمه، لانه الا بقيتو كتمعكو غير بالملعقه ما غاديش يتمعك مزيان، فضروري ما تمعكوه بفورشيت باش تسهل عليكم الخدمه. كيما شفتو يعني دغيا كيتسمعك هانتوما. فمن بعد غادي نزيد نضيف كميه من اكليل الجبل. فبسم الله يعني ملعقتين ونحاول نخلط الكل. ومن بعد كناخد الحبه السوداء بودرة، اكيد الحبه السوداء البنات راني طحنتها يعني ماشي حبوب، كناخد منها واحد ملعقتين تقريبا. ممكن تاخذوا كميه اكثر من ملعقتين، دائما الكميه كتبقى اختياريه، وكما كنقول لكم على حسب الشيب واش كثير ولا قليل. اكيد الا كان عندكم شيب كثير فاكيد راه غتحتاجوا كميه كثيره ديال الموز ديال اكليل الجبل ولا الروزماري وايضا الحبه السوداء. يعني هاد المسائل هذه راه واضحه وباينه. دائما عينكم ميزانكم في المكونات ديال اي وصفه طبيعيه. فبعد ما كتصبح لنا الوصفه بهذا الشكل هذا كنضيفوا ليها زيت الحبه السوداء. كما قلت لكم زيت الحبه السوداء هو اختياري، ممكن استخدامه كيف ما، الا ما متوفرش عندكم ممكن عدم استخدامه. فغادي ناخذ منه انا واحد الملعقه لانه صراحه كتعجبني الريحه ديالو، حتى الفوائد ديالو صراحه عنده بزاف ديال الخصائص وبزاف ديال الفوائد. فكناخذ منه انا غير ملعقه واحده فقط وكنحاول نخلط الكل. وغادي نحاول نضيف ديك الكميه المتبقيه عندي ديال اكليل الجبل لانه صراحه ما بقاش عندي كميه كثيره، فغادي نضيفها في هذه الوصفه هذه، لانه باش ما ضفنا كميه كثيره ديال اكليل الجبل والحبه السوداء باش ما اكيد الشيب كيكون يعني التخلص منه بواحد يعني النتيجه اللي كتكون سريعه. فالوصفه بعد ما كتصبح بهذا الشكل هذا كتصبح واجده. انا غنحاول نقربها لكم، فهانتوما يعني بعد ما كتصبح بهذا الشكل هذا فهي كتصبح واجده للاستخدام. بالنسبه لزيت الحبه السوداء البنات الفوائد ديالو فهو مضاد للحساسيه، مضاد للفطريات والبكتيريا، مضاد للسرطان، يخفض نسبه الكوليسترول والسكري في الدم، يرفع المناعه في الجسم، ينشط خلايا الجسم ويحميها من تاثيرات الفيروسات، مفيد لامراض الجهاز التنفسي، يزيد من ادرار الحليب للمرضعات، مقوي للقدرات الجنسيه، يغذي الشعر ويقويه ويمنع تساقطه ويعالج الشيب. يعني عنده عده فوائد وعده استخدامات كما قلت لكم، داكشي علاش انا استخدمت منه واحد الملعقه، ولكن الا ما كانش متوفر ممكن يعني عدم استخدامه
هادشي اللي كاين البنات بخصوص هاد لاغوسيت هادي. فبعد ما كتصبح لينا بهذا الشكل هذا كنطبقوها على كامل الشعر وكنركزوا على البلايص اللي فيهم الشيب، كنغطيو الشعر ديالنا بالكامل بهاد الوصفه هادي. من وراها كنعملوا يعني السلوفان ولا البلاستيك الغذائي للشعر ديالنا، كنتظروا واحد المده ديال ساعه ساعتين ليله كامله. الناس اللي غتقول ليش ممكن نستخدموها ليله كامله، ما كاين حتى شي مشكل، الوصفه امنه طبيعيه ما فيها حتى شي ضرر ان شاء الله. ما عليكم الا تخليوها ليله كامله. الغد اللي تغسلوا الشعر ديالكم عادي كالمعتاد بالشامبو، تنشفوا الشعر ديالكم، ما فيها باس نستخدموا زيوت لعلاج الشيب خصوصا الا عندنا داك الشيب الكثير بزاف. فهكذا نعالجوا الشعر ديالنا بزيوت اللي كتعالج لينا الشيب ومن ضمن الزيوت اللي كتعالج الشيب. فدائما كنصحكم بزيت الحبه السوداء، زيت الازير ولا اكليل الجبل ولا الروزماري اللي استخدمناه بودره في هذه الوصفه هذه. ممكن استخدام يعني بزاف ديال الزيوت اللي كتعالج الشيب وهكذا يعني نحصلوا على النتيجه المطلوبه. بالنسبه لهذه الوصفه هذه كتعالج الشيب منذ اول استخدام. بالنسبه للسيدات اللي يقولوا لي شحال مره بقاو كنكرروها يعني في الاسبوع، فممكن تستخدموها مره واحده في الشهر فهي تكفي، يعني بلا ما تحتاجوا تبقاو تستعملوها كل مره في الاسبوع، غير مره واحده في الشهر فهي تكفي البنات. ومنذ اول استخدام ولا منذ اول استعمال غتعالج لكم الشيب، غير هو حاولوا تغطيو بهذه الوصفه هذه كل بلاصه ولا البلايص بلوتو اللي فيهم الشيب. فكانت هذه وصفه ديال اليوم اللي بالموز، نتمنى يا ربي نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوناش الناس بالبيك لايك، زر لايك موجود اسفل الفيديو، تشتركوا في القناه، تضغطوا على زر الجرس، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. بدوري نشكركم على حسن تتبعكم لهذا الفيديو، ونشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله.